كده انا يا ابني. ليه كده؟ الموضوع بسيط، عاملني باحترام زي ما بتحب اني اعاملك. لما تيجي تساعد اسالني الاول تساعدني ازاي. انا مقدر قوي ان انت عايز تساعد، بس اللي انت فاكره هيساعدني ممكن ما يساعدنيش قوي. انا مش الست الوالده، بلاش تحط ايدك على راسي وانت بتسلم عليا. سلم عليا زي ما بتسلم على اي حد. ما تبصليش قوي كده، انا زي زيك. على فكرة انت ممكن تكلمني على طول، مش محتاج تكلم الشخص اللي معايا. لو في مترجم اشارة موجود ده مش معناه انك تتكلم معاه هو. الصح هو العكس، انك تتكلم معايا انا. انا بستفر انا واجب. ولو عايز تعرف انا مين بص على قدراتي، ما تبصش على عقدي. بس مش قوي كده. الادوات اللي بنستعملها عشان تساعدنا في حياتنا اليوميه هي جزء مهم جدا وشخصي، فيا ريت ما تحركهاش من مكانها غير لما تقولنا. مش معنى ان انا كفيفه ان انا مش سامعاك. مش معنى اني اصم اني لازم اكون كفيف. لو حابه تساعديني بدل ما تشد دراعي اديني دراعك. تحب اساعدك؟ اه ممكن. حاسس بيسلم.